صباح الخير، أنا دكتور هيثم سليمان غريب، مدرس أمراض القلب كلية الطب جامعة الفيوم. النهاردة عايز أكلمكم على 2 من أهم الأمراض اللي بقت منتشرة جدا دلوقتي وبقينا بنشوفها كتير مع بعض، وبقت الاتنين بيسهموا بشكل كبير جدا في تطور أمراض تصلب الشرايين والجلطات القلبية بالنسبة للمرضى. أول واحد فيهم هو ارتفاع ضغط الدم. مشكلة ارتفاع ضغط الدم ان ملوش اعراض واضحة، ان علاجه علاج مزمن. ساعات كتير قوي من حضراتكم بتفتكروا ان مادام خدت الدواء وتحسنت ضغط الدم قل يبقى بطل العلاج. مفيش حاجة اسمها كده، العلاج ده مستمر على طول لان هو ده اللي بيتحكم في ضغط الدم مش بيخليه يخف. مشكلة ضغط الدم زي ما قلنا الاعراض بتاعته قليلة جدا وساعات مبقاش له اعراض خالص، بيسهم بشكل كبير جدا في تصلب الشرايين بتاعة القلب، بيخلي الوظائف بتاعة الشرايين دي تختل، ما تنقبضش او تنبسط بشكل كبير، يخليها يجيلها تصلب في الشرايين والدهون تتراكم فيها بشكل عنيف جدا اللي بيؤدي في الاخر الى الذبحات الصدرية ولا قدر الله جلطات القلب. الحاجة التانية او الصديق التاني لضغط الدم هو ارتفاع نسبة الدهون الضارة في الدم. للأسف احنا في عندنا معتقد ان طالما انا مش تخين يبقى انا ما عنديش دهون، ده برضو ملوش دعوة ببعضه. الدهون الضارة في الدم ملهاش دعوة بالبني ادم ده تخين ولا مش تخين. عشان كده الدهون الضارة بالدم عندنا ضغط دم لازم نشوف هل في عندنا نسبة دهون ضارة بالدم ولا لأ. برضو الدهون الضارة بالدم ارتفاعها ما بيعملش اعراض، ما بيجيليش صداع، ما بيجيليش مغص، ما بيجيليش اي اعراض اقدر امسكها ان عندي ارتفاع بالدهون بالدم. لما بتعالج من نسبة الدهون الضارة وبتبقى كويسة، لو بطلت العلاج زي ضغط الدم بالظبط الدهون دي بترتفع تاني وبتعمل لي مشاكل، والدهون دي هي المحرك الاساسي لتصلب الشرايين. لو الاتنين جم مع بعض ودي بقت نسبة كبيرة جدا من المرضى عندهم ارتفاع بضغط الدم وارتفاع بنسبة الدهون الضارة بالدم، التأثير بتاع الاتنين بيبقى مضاعف، بيتضاعف كتير جدا. عشان كده الاهتمام بان انا اعرف انا نسبة الدهون عندي قد ايه، ان ضغط دمي قد ايه، واتابعه بشكل دوري وما طنش عليه، ده بقى مهم جدا وساعات بيتوقف عليه حياة المريض شخصيا. عشان كده الاهتمام بالأدوية، الاهتمام بان انا اروح للدكتور بشكل دوري، عندي 40 سنة فلازم اكشف واعمل تحاليل، ده ما بقاش رفاهية، لان ده هيقي حضرتك من وحضرتك من مشاكل كبيرة جدا بعد كده ممكن تكلف اضعاف اضعاف الزيارة بتاعت المريض بتاع للدكتور او التحاليل اللي هيعملها. اتمنى لحضراتكم صحة ممتازة دايما ويا رب تكونوا بخير وشكرا.